السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي إلى الدرس الرابع من دورة الصوتيات. اليوم سنتناول الديفثونجز. تكلمنا في الدرس الثالث حول حروف العلة المفردة، يعني كان عندي حرف علة واحد. اليوم راح نلاحظ أنه في عندي حرفين علة اللي هم بيسموهم ديفثونجز. أعطيكم رابط هنا على أساس أنه تشاهدوه وتستمعوا بشكل جيد لنطق ديفثونجز من نيتيف سبيكر. والآن أنا بعرض لكم الثمن أصوات الديفثونجز. احنا تكلمنا على 12 وهي 8 صاروا 20 صوت، يعني 20 صوت علة. لاحظوا عندي الآن هذا الصوت مكون من صوتين، يعني أنا عندما أنطق مثلا دي دي اي اي، لاحظتوا في عندي حرفين علة وليس واحد، اي 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 حرفين علة. فهذا مننطقه اي دي اي اي اوي بوي او ماوث او، لاحظت ماوث هير هير pure pure. احنا الزائد نقول pure بس هو صحيح pure pure نقي pure نقي، يعني نقي هو معنى الكلمة. nose no o nose ear 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 يعني الأذن ear. لاحظ نعود نعيدهم a day i i oi boy ow mouth her ua pure o nose ear ear. هاي أمثلة إضافية على الديفثونجز، على أصوات الديفثونجز. أوي مثل بوي سوي فويس توي أوي، لاحظتوا الأوي أوي كل أوي. هذا الحرف ينطق أو زي هاوس ساوند باوند راوند ناون أو أو. هذا ينطق إيه كير بيرد وورد هيرد شير وورد. هذا ينطق هو بيور شو بور لوا فلوا. أمثلة أخرى أو هوم فون دوم روم فوم لون، لاحظتوا الأو أو إيا إيا نيا ديا جيا هيا. نعيدها إيا نيا ديا جيا هيا. هذا ينطق آي تاي هاي هاي باي باي داي واي كايت. هذا الفاظ اي دي بي رين بلاي دلي ويج. نعيد دي بي رين بلاي دلي ويج. الآن أعطيتك تمرين. Write one example on each of the following sounds. بدك تعطيني مثال على كل صوت، على كل diphthong. يعني أعطيتك أنا أوي بتعطيني بوي. طيب الآن بتركك مع الأمثلة، عفوا مع التمرين. وقف الشريط، اكتب الإكزامبل على كل نوع وبعدين شيك على الحل. هذا هو الحل. الآن هذا لازم تعرف تلفظ هذا الصوت حتى تعطي عليه مثال، يعني لازم تعرف انه هذا اوي حتى تعطي بوي. هذا اذا ما عرفت انه او ما بتعطينا هاوز او كاو. لاحظت او كاو، هذا ا وورد يلبس، هذا او بيور،
ear, ear. هذا I, buy. هذا A, bay. Sorry, pay. A, pay. إذن هذا هو التمرين الأول. التمرين الثاني أنا أعطيتك كلمات. Put the following words under the suitable diphthong. Number one is an example. كما يبدو أنه نسيت أعطي كل إكزامبل، كل حال مش مشكلة. الآن في عندك الكلمات هاي، بدك تحط يعني كل كلمة تحت الصوت المناسب. يعني خلينا نأخذ مثال، يعني أوي، وين في عندنا كلمة فيها أوي؟ يعني عندنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 وعندنا هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 يعني كل تحت صوت رايح تعطيني كلمتين. الآن في عندي جوي مثلا، جوي أوي، فبنكتب هنا جوي. هذا example. الآن إيش في كلمة ثانية فيها أوي؟ اللي فيها أوي اللي هي spoil. spoil بكتب هنا spoil. هذا الإكزامبل. إذن تحت الأوي بيجي جوي وبيجي سبويل. إذن خلصنا من كلمة جوي وسبويل. الآن تحت الأي إيش الكلمات اللي فيها أي؟ بنلفظها بأي. حاول حل التمرين بعدين نروح على الحل. هذا هو الحل. ريز، إذن هاي أي. ريز، ستيج، هاي أو، هاوس، لاود، هاي إير، فير، ستير، هاي أو، لود، بوت، هاي آي، دراي، رايز، هاي أو، كير، ستير. هذا هو الحل. بهذا نأتي إلى نهاية الدرس الرابع من دورة الصوتيات. إلى اللقاء في الدرس الخامس.